السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. على بركة الله، بعثة الأهلي لكرة القدم تطير الساعة 4 بعد الظهر إن شاء الله إلى كينشاسا للقاء مازيمبا الكونغولي الساعة 3 عصر يوم السبت بإذن الله، مباراة الذهاب في دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق للأهلي في مواجهة مازيمبا الكونغولي الشرس والخطر، واللي من المؤكد أنه مارسيل كولر عامل له ألف حساب. قبل السفر هيبقى في تمرينة أخيرة النهاردة في ملعب الأهلي في مدينة نصر. ليه مدينة نصر؟ عشان نجيل صناعي، والمباراة هتقام في كينشاسا في على أرضية نجيل صناعي، فبالتالي اللعيبة تتعود عليها. عشان كده كان الكابتن محمود الخطيب له شرط أساسي عند الدكتور محمد شوقي عضو المجلس ورئيس البعثة في التواصل مع السفارة المصرية ومع مسؤولي نادي مازيمبا في اليومين اللي فاتوا. الشرط بتاع الخطيب أنه لازم حسب اللائحة يتوفر لفريق الأهلي فرصة أداء تمرينتين على ملعب المباراة. المفروض اللائحة لو النجيل طبيعي بتتمرن مرة، لكن النجيل صناعي بتتمرن مرتين، فالأهلي هيتمرن على ملعب المباراة المغطى بالنجيل الصناعي يوم الخميس ويوم الجمعة، وإن شاء الله يعتادوا اللاعبون ويكونوا جاهزين لمباراة السبت بإذن الله. قبل السفر مستر مارسيل كولر من خلال التمرين الأخيرة النهاردة هيراجع ويشوف موقف المصابين. المرشح بنسبة كبيرة يصطحب البعثة أو ينضم ليها بيرستاو الجنوب أفريقي. أعتقد مروان عطية فرصته هتبقى صعبة حبتين. الحقيقة بعد كل الفترة اللي فاتت، يمكن حتى امبارح الناس استمتعت بمباراة باريس سان جيرمان وفوز الكبير على برشلونة في المباراة النارية وتأهل الفريق الباريسي لنصف نهائي دوري الأبطال، وأيضا تأهل بروسيا دورتموند على حساب أتلتيكو مدريد عشان يكونوا الأسبان الاثنين برا. لكن حتى في خضم هذه المتعة والوجبة الكروية الكبيرة، الناس ما نسيتش أصداء مباراة القمة ولم تنتهي بعد. وخدوا بالكم، فرحة الزمالك الكبيرة ده تصويت علني وصريح على قيمة النادي الأهلي، واللي جمهور النادي الأهلي لازم يفهمه، واللي لازم يدركه، ولازم ينبسط منه، إنه مجرد الفوز عليك في مباراة حتى وإن كانت في الدور الأول في البطولة، وحتى وإن كانت بالغيابات الكبيرة للنادي الأهلي في لاعبيه، إلا إنها بتمثل بطولة خاصة لدى المنافس، والمنافس يدرك قيمة إنه مش كسبان أي حد. انت بتكسب تاني أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية، انت بتكسب فريق هو واحد من المصنفين العالميين الكبار. عشان كده فكرة الأهلي والزمالك يا جماعة، الحدوتة دي في كل حاجة، المسألة قلب أهل وزمالك، حتى في أزمة جمع الكرات. فكرة ان الزمالك يخبي الكور ويخبيهم بالشكل اللي حصل، ولجنة المسابقات تكتفي بغرامة 50,000 وإيقاف عامل أوضة اللبس 4 مباريات والإداري مباراتين، حتى مع ديت شفت المعالجة الإعلامية امبارح ملونة. بعض الناس في بعض البرامج قال إيه، بيحاولوا يشرعنوا القصة دوليا، يقول لك بص في لقطة مش عارف مين في ملعب كام في باريس وفي ألمانيا وزق الولد بتاع جمع الكرات. أيوة زقه، بس الولد ما راحش يخبى الكورة، الولد ما سرقش الكورة، النادي ما اداش تعليمات للاعبته إنه يخبوا الكورة. ده الفير بلاي اللي ما كانش موجود. وبعدين يجيبوا لقطه لسيد عبد الحفيظ وهو ماسك الكور في مباراه الاهلي والوداد بره، ومش فاهمينها، ده كان العكس اللي انتوا بتعملوه. ده الاهلي كان بيلعب مع الوداد والوداد كسبان، فبالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ عايز يحافظ على وقت المباراه لانه الولاد المغاربه بيتاخروا في مجيب الكوره. فكابتن سيد قام جامع تحت باطه 3-4 كور بحيث انه لما الكوره تطلع بره للاعيب النادي الاهلي يروح مديها له بسرعه حفاظا على الوقت، مش تضيع الوقت واهلاك المباراه. وابراهيم نور الدين يقول لك وانا مالي، حتى ابراهيم نور الدين، حتى المعالجه التحكيميه اللي حصلت لمباراه القمه، يعني الراي اتقلب في الهدف الثاني بتاع الزمالك ومدى احقيه الاهلي باحتساب ضربه حره غير مباشره، عشان كان في خطوره من رجل سيف الجزيري اللي تقريبا وصلت الى قرب راس عمر كمال عبد الواحد. شفنا كابتن توفيق السيد قال لك لا، فاول صريح جدا، وشاف ان ده دينجرس بلاي لانه رجله خلاص وانت معرضها للخطر، انت مش مطلوب منه يفتح دماغه عشان تحسبها فاول، مجرد تعريض دماغ اللاعب للخطر ورجله ترتقي الى هذا المستوى يبقى فاول. بعض المواقع برضو كشفا للحقيقه بعتوا
يسألوا بعض الخبراء التحكيم. إيتورالدي جونزاليس الأسباني، الحكم الأسباني السابق، سألوا بعض المواقع، قال لك بعتوا له اللعبة نفسها، قال لك لا دي ضربة حرة غير مباشرة للأحمر، لأنه قدم اللاعب الأبيض ارتقت إلى رأس المنافس وفيها ضربة بشكل خطير، وبالتالي الهدف غير صحيح. هنا بقى في مصر خدوا بالكم، وهو اللجنة برضو في خبراء تحكيم عندنا في استوديوهات التحليل على صلة رحم باللجنة. ليه على صلة رحم باللجنة؟ عندهم ولاد حكام يعني في أكتر من استوديو، يعني في حد عنده 4، 2 ولاده واتنين ولاد أخوه، فبالتالي إرضاء اللجنة في حاجات زي كده برضو فيها طقوس الولاء شوية. فما تنتظروش في المباريات اللي زي كده رأي سديد من بعض الخبراء، لأنه هيكونوا متأثرين بهذه المصلحة. لو الحكم أفريكانو أو أجنبي أو البطولة أفريقية خد منهم أحلى كلام. لكن تخيلوا أنه حتى صراع الأهلي والزمالك واصل للإصابات. بمجرد ما أعلن امبارح على إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي، واللي الأهلي عنده أحقية الشراء وبعت يشتريه، أعلن امبارح أنه ألف سلامة عليه أصيب بقطع في الرباط الصليبي. فبدأت المسألة ده بمجرد ما تقال أنه جاي الأهلي حصل له كذا، ده أصل التانيين بيعملوا أعمال وبيعملوا سحر. يا عم التانيين عندهم 2 رباط صليبي وكل الأندية فيها إصابات، بلاش الكلام اللي وصلنا للجهل الكتير وللخرافات ديت. منه لله اللي أشاع هذا الأمر وهذه الثقافة الحقيقة. ألف ألف سلامة لكل اللعيبة، وسيبكم من الكلام الفارغ والأعمال والسحر والشعوذة والتخلف العقلي اللي الناس عاشت فيه فترة. إنما عايز أقول لكم على حاجة في خصوص الأهلي والزمالك، أما وإنها قلبت جد والأفراح لسه مستمرة، وكان في زغاريد في متعوبة، يعني حد أقسم لي إن كان في زغاريد فعلا. ما تيجي نفتح الورق كله عشان نشوف هو الأهلي والزمالك بالحدوتة الكبيرة اللي بينهم ديت أحوالهم عاملة إيه؟ هل الأهلي منهار زي ما بعض الإعلام بشكل موجه حاول يضغط في المنطقة ديت وحاول يصور الأمر إن أنت خسرت مباراة في بطولة بقت المسألة فيها كلام كتير. الأهلي والزمالك وصلوا للنقطة 21، بس مؤجلات الأهلي أكتر مباراتين، ويقول لك الأهلي ليه بيتأجل له مباراة؟ يا أخي الأهلي بيتأجل له مباراة والزمالك متأجل له، الزمالك فارق ماتشين 2 فقط. ومع هذا بقول لكم التساوي في النقاط حتى والاهلي لسه ليهم مباراتين خالق حاله ايضا من التنافسيه، وده اللي مطلوب للكره المصريه. انما تعالوا نفتح كل الورق السنه دي بين الاهلي والزمالك عشان كل واحد يعرف هو واقف فين، وتبقى المساله واضحه وصريحه شويه. على فكره امبارح الاهلي فاز على الزمالك في رجال كره اليد 23-21، والاهلي خد كاس السوبر الافريقي لكرة اليد وتأهل من خلاله لبطولة العالم. ده اللقب الرابع السوبر للافريقي، الرابع للآلي والثالث على التوالي. بس للانصاف الزمالك عنده 7 ألقاب في السوبر الافريقي، انما الزمالك كان عنده تفوق في اليد قبل كده، لكن واضح جدا انه عفوا هذا الزمن الاهلي، ده عصر النادي الاهلي في العاب الصالات. وإلا اللي انتوا هتسمعوه هيأكد لكم ونعرف مين اللي منهار والدنيا واصلة لفين. على فكرة الأهلي حتى الآن الموسم في منتصفه، لكن في الألعاب الأخرى تقريبا بطولات كتيرة انتهت. الأهلي خد 15 بطولة في ألعاب الصالات مقابل كام للزمالك؟ ولا بطولة، ولا بطولة، 0 بطولات. الأهلي في كرة القدم خد بطولتين، في كرة الطايرة خد 5 بطولات والزمالك 0، 2 رجال و3 سيدات. في كرة اليد الأهلي خد 5 والزمالك 0، 3 رجال و2 سيدات. في كرة السلة الأهلي خد 3 والزمالك 0، 2 رجال و1 سيدات. الزمالك شارك حتى الآن في 21 بطولة، فيها كتير بطولات مستمرة، 7 بطولات مستمرة، بس الزمالك خسر منهم لغاية دلوقتي 14 بطولة من ال 21 وما حققش أي مكسب فيه، في مقابل بطولات الأهلي اللي أنا قلت لكم عليها. امبارح كان مباراة كرة اليد، لكن عايز اقول لكم انه فيما يخص الاهلي والزمالك لقاءاتهم مع بعض السنة دي، مش امبارح اخر حاجة كان كرة اليد في وهران بالجزائر، انما عايز اقول لكم في كرة اليد الاهلي والزمالك لعبوا السنة دي 5 مرات، الاهلي فاز 4 والزمالك 1. دي كرة اليد رجال،
4-1 للأهلي. في السيدات لعبوا 4 مرات فاز بيها الأهلي كلها. في الكرة الطايرة للرجال لعبوا 3 مرات فاز فيهم الأهلي كلهم، 3-0 و3-0 و3-1. بنات الكرة الطايرة اللي الزمالك أراد من خلال خطف 5 بنات من الأهلي تدمير وإسقاط طايرة البنات في الأهلي، لعبوا 4 مرات السنة دي مع بعض، الأهلي لعب فاز 3 والزمالك فاز مرة واحدة فقط. في كرة السلة لعبوا 5 ماتشات في الرجال، الأهلي فاز 4 والزمالك فاز 1. دي حساب ألعاب الصالات بين الأهلي والزمالك. في كرة القدم أديكوا شايفين واصلين لغاية فين. في دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيلعب نصف النهائي، وفي الكونفدرالية الزمالك بيلعب نصف النهائي. الزمالك بينتظر دريمز الغاني عشان يلعب معاه مباراة الذهاب هنا يوم الأحد، والأهلي يسافر عشان يلعب مازيمبي في لومومباشا. إنما الزمالك عن دوري الأبطال غايب عن منصة التتويج فيها من 2002، يعني من 22 سنة الزمالك ما خدش بطولة دوري الأبطال، اللي الأهلي ضيف دائم على منصات التتويج فيها وعنده 11 لقب وبيسعى لل 12 ولعب 6 فاينلز في آخر 7 سنين. ده الفارق الكبير بين الأهلي والزمالك في دوري الأبطال. في كرة القدم في الناشئين، لأن هي دي إرهاصة المستقبل، الأهلي خد بطولة 2003 الأهلي البطل، والزمالك الكام في 2003؟ العاشر والأخير والأهلي البطل في 2003. دي 2003. 2005 زد المتصدر، الأهلي الثالث والزمالك السادس. في 2009 إنبي متصدر، الزمالك الثالث والأهلي الخامس. في 2010